كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح في البخاري أنه أتي بزاني وزانية يهودي ويهودية قد زنيا وطلبوا من النبي أن يحكم فيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تجدون في كتابكم؟ قالوا: نجد في كتابنا الضرب وتسويد الوجه، هذا الذي نجد في كتابنا. فقال: ألا تجدون الرجم؟ قالوا: لا، لا نجد الرجم. فقام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان أسلم حديثا وهو كان من علمائهم، فقال: بل هو الرجم، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أتوا بالتوراة فاتلوها، أنا أعرف التوراة، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة، فقام شيخهم يسمونه مدراسهم، فصار يقرأ من التوراة، فلما مر على آية الرجم وضع يده عليها وتخطاها وقرأ التي بعدها. فجاء عبد الله بن سلام وقال: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها الرجم، في التوراة فيها الرجم.